خسرت عمري وشبابي ومستقبلي هون بين اربع حيطان، خسرت حبيبتي. جنان رأفت معه لتكون ماتت ودفنها شي مطرح. كيف بدك تفتش عن هالبنت ببلد كبير مثل فرنسا؟ انا قتلت رجال وفت على الحبس لدافع عن شرفي. شو عم بصير؟ وضعه سيء. لك هيدا مش صندوق، هيدا تابوت. البابا ما بعمره وعدني وكذب. عمك رأفت عم بنازل، اذا مات بنته الوحيدة جنان هي اللي بتورث املاكه. رح اعمل المستحيل تشيل الخبر حتى لو كلفني هالشي حياتي. فتشنا على بنتك والإناث. دكتور رأفت ما بده، بده تسافر على الزمن الضائع. 2:30 9:30 المساء على الـ LBCI.